السلام عليكم. حلقة اليوم من 5 أشياء راح نعلمكم عن قصص حقيقية صارت بسبب لعبة فورتنايت. والحين خلونا نبدأ. أول قصة معانا عن مراهق اسمه أنتون ويليامز من ولاية شمال كارولينا. جالهم عصار قوي بسرعة 217 كيلومتر في الساعة، لكن صاحبنا قرر يكمل لعبته لأنه حسب كلامه أنه باقي بس كم واحد يقتلهم ويفوز. المشكلة أنه يقول أنه كان يشوف من الشباك بيوت جيرانه يطير السقف توم جيري ذا حقهم وهو جالس يلعب، إليه ما انقطع الكهرب وقرر أنه يتخبى، يعني مو لأنه خايف، لا لأنه بس بيتخبى كذا جت بباله. مع العلم أنه في شخص واحد توفى في هذا العصار وآلاف انقطعت عليهم الكهرب، ما عدا طبعا خوينا الكهرب ما انقطع عليه بسبب ما. ثاني قصة معانا عن لاعب بلايستيشن 4 اسمه حمد جليلي أو حمد جلايلي، كان يستهزئ بلاعب ثاني وهذاك انقهر وارسل له رسالة قال انه اكيد مهكر اللعبة. بعدين صار في نقاش طويل بين الاثنين واتهامات، إلي ما اللاعب الثاني هدد حمد انه بيبلغ عليه عن شركة ايبك اللي مسوي فورتنايت. طبعا حمد قام يهايط وعطاه الرد اللي ضحك عليه وقال له ابوي اصلا شغال في شركة سوني وبيعطيك باند. وهذاك المسكين الضعيف تفاجأ بعدها بإيميل من سوني ان حسابه تقفل بشكل نهائي لانه ضد القواعد السلوكية. هل فعلا يا حمد ابوك واحد كبير في سوني؟ ما ندري. والقصة الثالثة معانا عن لاعب بيسبول امريكي اسمه ديفيد برايس، جالها الم في اليد، يعني جتها اصابة، وكان في موسم وعانى بشكل كبير وما ادى زين في اللعب. ترك المباراة كلها بسبب هذا الالم، لكن في صحفي عرف ان اللاعب يحب فورتنايت ويلعبها كثير، راح ربط الألم في هذه اللعبة وقال انه يلعب كثير وهذا سبب ألم واللي ما خلاه يلعب زين في الملعب. اي ترى مو بس عندنا علام يكيس لك اشياء، حتى هناك مسكنا هذاك يقول لك ما قالوا انه يرمي الكورة، قالوا عشان يلعب فورتنايت. وبعدها طبعا المسكين اللاعب قرر انه ما يظهر في الإعلام ويلعب فورتنايت، عقدوه مساكي. والقصة الرابعة معانا هي في شهر 5 قبل 3 شهور تقريبا صارت بطولة الفورتنايت اسمها فورتنايت فرايداي، شارك فيها 32 لاعب 16 فريق وكل فريق باللاعبين، وشارك فيها ناس معروفين في الرياضة الإلكترونية وكانوا معطين اللاعبين الحرية أنهم يختارون إيش الكنترول اللي يستخدمونه، والكل اختار كيبورد وماوس أكيد لأنه معروف أنه أدق وأفضل ألعاب التصويت إلا واحد اسمه نيك ميركس، اختار يد بلاي ستيشن 4 وفاز عليهم كلهم جلدهم وأخذ $5,000. وهذا قصة معانا من صحيفة ميرور البريطانية، طبعا لما اسمها صحيفة ميرور تعتبر تابلويد حاجة زي السبق، يعني أي شخص يكتب فيها. نزلت خبر يقول أن في مراهق عمره 17 سنة أنقذه أبوه من لعبة فورتنايت لأنه كان يلعب لمدة 12 ساعة باليوم، بعدين صار مدمن مخدرات سبحان الله من لعب فورتنايت وعليه ديون وصارت حياته بائسة وما قدر يسوي أي شيء في حياته، بعدين قرر بعد أنه ينتحر وراح للدور الثالث لما أبوه شافه بالصدفة وأنقذه. كيف أنقذه؟ ما ندري، هو بس أنقذه والحين جالس يتعالج. والإعلام طبعا في العالم عندهم أكياس، مو بس حنا عندنا أكياس، أجل مخدرات وديون انتحار كله عشان فورتنايت، مصيبة ذي. وهذه كانت الخمس أشياء والخمس قصص الغريبة اللي طبعا مو صدقية، نصها تأليف ولا نصها تكيس. قلوا إيش رأيكم فيها وهل عجبكم الموضوع، وإذا تبون برضو نعطيكم مواضيع ثانية زي كذا جزء ثاني لها أعطونا لايك وأيضا شاركوا بالقناة واذكروا لنا أيضا أفكار ثانية الخمس أشياء تبون نتكلم عنها في حلقات قادمة. كان معكم فهد الشيحة، شكرا متابعة، مع السلامة.